السلام عليكم مشاهدي الأفاضل، أهلا بكم إلى فقرتنا الرياضية. والبداية زميلي محمد بالحدث فوز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره العماني في ثاني اختبار ودي للخضر خلال تربصهم بالدوحة القطرية. إذن كانت زميلي محمد هذه آخر مباراة ودية للخضر بعد المباراة الأولى، بعد الهزيمة الأولى أمام منتخب قطر مستضيف المباراتين. إذن الخضر نستطيع القول أنهم ردوا الاعتبار بعد الخسارة الأولى وضربوا بقوة أمام المنتخب العماني برباعية مقابل هدف واحد. إذن المنتخب الوطني أعاد الاعتبار لنفسه بفوزه بأربعة أهداف لهدف واحد على منتخب عمان في مباراة ودية ثانية هي الأخيرة في تربصهم في قطر. مواجهة الخضر لعمان بحث فيها كريستيان غوركوف عن تسجيل رد قوي بعد الخسارة أمام قطر. نتابع هذا التقرير مع بدر الدين هشام. حقق المنتخب الوطني الجزائري انتصارا كبيرا على خصمه منتخب عمان، استقر على نتيجة أربعة أهداف لهدف كانت مهمة لرد الاعتبار لزملاء حليش. المنتخب الجزائري دخل مباشرة في اللقاء وسجل سريعا عن طريق إسحاق بالفضيل الذي أمضى هدفه الأول بألوان الخضر والأول منذ ديسمبر 2013 كان بقميص نادي إنتر ميلان، ليضيف سفيان ثغولي الهدف الثاني في الدقيقة 23 بعد عرضية رائعة من فوزي غلام انتهت على نتيجتها مجريات الشوط الأول. الشوط الثاني جاء على غرار سابقه من أشبال غوركوف الذي بحث عن أكبر نتيجة ممكنة، فظهر اللاعبون كأنهم استفادوا من صفعة المباراة السابقة أمام قطر وأبانوا عن تركيز وواقعية جل أطوار المباراة، مما مكنهم من إضافة الهدف الثالث عن طريق فيغولي بعد مرور ساعة من اللعب، ليعود بالفضيل دقيقة بعدها ويضيف الهدف الرابع. الدقيقة 74 شهدت توقيع منتخب عمان لهدف الشرف عن طريق البوسعيدي بعد خطأ من الحارس المتألق عز الدين دوغا كان ختاما لمهرجان الأهداف في هذه المباراة. مباراة عمان حتى وإن كانت ضعيفة المستوى نسبيا إلا أنها كانت فرصة لبعض اللاعبين لتقديم أنفسهم على غرار المتألق إبراهيم شنيحي، وأيضا استعادة بالفضيل لثقة كانت مفقودة ربما ستسمح بعودته للتألق وستمنح كريستيان غوركوف جرعة من الأكسجين ستمكنه من الابتعاد عن الضغط حتى موعد الاستحقاقات القادمة.